وحشتيني. وبعدين معاك؟ بعدين ايه؟ النهاردة مش دخلتنا ولا ايه؟ دخل عليك حنشي اخي. وماله؟ سابقة معاك؟ معايا فين؟ بقولك ايه؟ اللي بتعمليه ده غلط مش صح. مش ده اللي احنا اتفقنا عليه حسن؟ اتفقنا؟ واحنا اتفقنا على حاجة؟ بعدين انا مش موافق على اي حاجة. من الاخر كده انت مرتي رسمي صح ولا ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ده شكله سكران يا جماعة، ما نطلب البوليس. لا بوليس ايه؟ ده ابن عمك برضو في الاول وفي الاخر يا شهد. لا انا عايزة تطلب البوليس. اطلع برا يا حسن. اطلع برا فين انا؟ في ايه؟ انت سكران ومش عارف انت بتقول ايه؟ مفيش داعي للغلط خالص يا حسن. غلط ايه وزفت ايه على دماغكم انتوا الاتنين؟ بقولك ايه؟ انت لو ما طلعتش بره دلوقتي حالا انا هصوت وهفرج عليك الناس. هو احنا بقى مش هنخلص من الجنان والقرف ده ولا ايه؟ جرى فيها روح الروح، ما تقولي لها ريتال. تقول ايه؟ ما تنطقي يقصد ايه؟ ما يقصدش اي حاجه، ده واحد سكران هتاخدي على كلامه؟ اطلع بره. اطلع بره فين؟ انت مجنونه ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش ماشي. يا حاجي وهاخده يعني هاخده. هو انت فاكر مفيش حد هيقدر عليك هنا ولا ايه؟ بقولك ايه؟ ابعد عن وش السعادة، انت ما تعرفنيش. بعدين انت ايه اللي دخلك بينا؟ ايه اللي دخلك؟ ايه ده؟ ايه ده بتعمل ده؟ نزلها! بقولك نزلها! انت يا بني ادم! اوعى نزلها! افتح الباب! افتح الباب! هو ده اللي اتفقنا عليه يا حسن؟ فكك من الحوارات دي. انا وانت متجوزين. العين دي بيقولوا عليها ايام عسل. يبقى ليه نبعد عن بعض؟ الذمة دي هينفع؟ انت كده بتبوظ كل حاجة. كل حاجة بايظة. وفي ايه عدل في العيلة دي؟ بقولك ايه؟ اوعى يا حسن. خلينا احنا مع بعض يا رورو. رورو؟ اه. وانا حوسه. يا نسمة افتح الباب! وانا يا حرنك افتح! افتح! كويسة؟ يعني هوديك في 60 داهية. ماشي يعني البيت لعجوزك. ايوه حضرتك. حلو قوي. طب وايه الحل دلوقتي يا استاذه؟ انا اسفه حضرتك، ممكن بعد اذنك نخلص الاجراءات بهدوء؟ انت عارفه الباشا اللي كان ممكن يحصل له ايه؟ وانت مش قادر تمسك نفسك؟ ابوك عايش؟ لا. ما انا هقول ايه؟ ما لو كان عايش كان رباكي، ما كنتش عملت كده. مفيش داعي للغلط حضرتك. انا اتأسفت لحضرتك وقلت لك ان احنا غلطانين. انت اتجننتي؟ مين دي اللي اتجنني؟ انا عقلي يوزن بلد. لعلمك بقى انت وهي، انا الوحيده اللي فيكوا اعرف ايه الصح وايه الغلط. هو انت مش مقدره حجم المصيبه اللي انت عملتيها؟ انت عارفه ان احنا لازم نسيب البيت ده من بكره الصبح. لا بكره الصبح ايه؟ ده احنا نسيب البيت ده دلوقتي حالا بعد الفضيحه اللي انت فضحتها لنا. فضيحه ليه ان شاء الله؟ واحد ومراته بيتخانقوا عادي يعني. واحد ومراته بيتخانقوا؟ هو انت ما عندكيش دم؟ ما فيش احساس كده باي حاجه؟ قلبك ما وجعكيش وهو الضابط بيقول لك ان ابوكي ما عرفش يربيكي؟ معلش اصله ما يعرفش ظروفنا. وبعدين ده ضابط مش محترم. هو لو محترم كان شاف شغله وهو ساكت. تخيلي بقى ان انا زي الضابط ده بالظبط ومش قادره امسك نفسي عن اللي انا هعمله فيكي دلوقتي. زينب فوق يا ماما لنفسك. هتعملي عليها كبيره ولا ايه؟ ما توجهي كلامك للهانم اللي عامله نفسها من بالها، اللي كل شويه تتكلم عن الاخلاق والعيله والشرف. ولا انت اللي جايلي من البلد جره العمده وراكي، اللي ما قدرش ينام يا عيني الا لما يعشيكي يا حلوه. اتهبلت يا بت. لا ما اتهبلتش، بس انتوا مش عايزين تعرفوا الحقيقه، او مش عايزين تعرفوها اصلا، ومش هتهدوا بقى الا لما ينزل قلم على وشكم يلوحكم انتوا الاثنين. كملي كملي، طلعي اللي جواكي. هكمل يا شهد. انا عايزه اعرف انت بتخططي لايه؟ مش قبل بقى ما تعرفوا الحقيقه. أمك لما راحت تقعد في البلد كانت رايحة عشان عارفة إن هناك آخرها، وإنها لو عصرت الدنيا عصر مش هتاخد ربع حقنا من عمك. ده غير بقى مروان اللي أنت شايفاه كبير العائل، اللي ماسك نادي عمال يذل فيها ويعذب فيها وعامل فيها حنين وطيب. ولا حسن لهبل اللي فاكر نفسه مقطع السمكة وديلها، وإن البنات بتجري وراه عشان جماله، وإن ده لو فلس في يوم من الأيام محدش أصلا هيعبره بنكلة. اما انت بقى يا زينب يا كبيره يا عاقله، عارفه صاحبتك ايتن كانت فين امبارح؟ كانت بتعمل عيد ميلادها. عارفه كانت بتعمله فين؟
طب بتعمله في المكان اللي ما كانتش تقدر تدخله الا بيكي، وما رضتش تعزمك، بيقولوا عليكي فلستي، بقيتي على الحديده بتستني المرتب كل اخر شهر، فاتكسفت تعزمك يا حرام. اقول لك قالت ايه كمان؟ قالت ان كل حاجه بترجع لقواعدها سليمه، وان احنا بنات الصعيد، يعني المفروض نبقى لابسين طرح وقاعدين على الترعه بنغسل المواعين. انت كدابه. اقسم بالله العظيم ما كدابه، ده اللي اتقال بالكلمه الواحده. هي ماما هترجع امتى يا ريتيل؟ قولي لها بقى يا كبيره هترجع امتى؟ مش هترجع. الحقيقه بقى ان ماما مش راجعه. يعني احنا نفضل قاعدين هنا ان شاء الله وهي قاعده هناك، ولا هي ناويه على ايه؟ عاجبك الفضيحه اللي حصلت امبارح دي؟ انا مش غلطان. هو انت ليه كان تتكلم يا بنتي؟ احنا متجوزين، انت مش فاهمه اللي بقوله ولا ايه؟ تاني ايه؟ ما خلاص الدنيا كلها عرفت، ما بقتش سر. وانا بقى ما يهمنيش ان الدنيا كلها تعرف، انا اللي يهمني اللي حواليا. ما هم عرفها، وصدقيني ده احسن لينا. احنا ولا كاننا عرفنا اي حاجه. ولا انا ولا شهد لا عرفنا حاجه ولا شفنا حاجه. بص بقى، انت سيادتك كده هتروح لابوك وامك وتقول لهم ان انا عايز اتجوز بنت عمي، وتروح تطلبها من امي، وقتها بقى ولا كان في اي حاجه حصلت. مش هينفع. لا هينفع، عشان انت هتصمم على كلامك. يا بنت انت مش فاهمه حاجه، الوقت مش مناسب، الدنيا ولعه في البيت وهنا، والمشاكل اللي بيننا. انت خسران ايه؟ وقتها انت هتبقى عملت الصح، رحت وقلت لهم ان انا عايز اتجوز بنت عمي. لو هما بقى ما وافقوش وحطوا لك وقتها العقده في المنشار، انت بقى تحطهم قدام الامر الواقع. صح، نحطهم قدام الامر الواقع. ماشي، موافق. يبقى نسافر. نسافر. تمام، وانا برضو هروح معاك علشان امهد السكه شويه عند ماما. اقسم بالله دماغك دي متكلفه. تعرف ان دي اول مره احس فيها ان انا مبسوطه قوي كده. طب اقول لك على حاجه جوايا، بس ما تزعلش مني. هزعل ايه؟ قولي. بصراحة كده أنا أول ما عرفتك كنت ناوية يعني أقضي معاك يومين وأخد منك قرشين وأمشي، بس بعد ما قعدت معاك وسمعت كلامك بقيت مبسوطة قوي إني عرفتك. بس أنت غريب قوي على فكرة. غريب كيف يعني؟ يعني أنا حاسة كده إن أنت كنت عامل لي كمين. أنت عارف إن اللي بيقرب منك ما يقدرش يبعد عنك تاني ولا يسيبك أبدا. أنت حنين وطيب وكريم، يعني فيك كل المواصفات اللي أي واحدة تتمناها. أنا أحب اللي يحبني، ساعتها لو طلب لبن العصفور أجيبه له. كلامي ضايقك؟ بالعكس، كلامك ريحني.